آخر شي جملة نحنا منحبها نكتب فيها على الموج، مثل أنا اخترت You light up my life، كتبتها على الموج بـ permanent marker، وهون عم بحاول أرسم ضوء. يعني هيك طريقة لذيذة، معني مالي شاطرة بالرسم، بس هون عم نحاول نعملها بطريقة هيك فانكي ونحط الشي حواليها. وهلا حاخد الجليتر وحطه حوالي الضو مشان يعطيه هيك سباركلينس، ويعطيه هيك شوي هيك منظر حلو يعني. وهون حكتب مس، فيكن تكتبوا اسم المس اللي بدكن اياها. انا هون اخترت اني اكتب مس ناتلي، اهدي لحالي للماك يعني. وبعدين حاخد القلم الدهان اللي لونه فضي وحطه بشحطات حوالي الموك، بيطلع كتير لذيذ. So cute. Like this. أحطه بالفرن for half an hour. حطيت نص ساعة start، وبس يخلص بكون وقت اني اقيم الموت من الفرن. يا ويلي حرارة الفرن موصلة لهون، الله يستر. اوكي هيك خد مرتبان و اخذ الغطاء تبعه برسم دائره عقده، تمقص وقص على قدو. هي اخدتها، فينا نجيب اي كرتونة، بس انا اخدتها من دفتر قديم الكرتونة تبعه، كتير حبيت اللون الاسود، بس فينا نجيب اي كرتونة اي لون بدنا اياه، ما في مشكلة. بعدين هاخد هيدا وححط فيه نسكافيه، ظرف نسكافيه، رح يطلع كتير لذيذ. هيك وحاخد واحد تاني، اوبس وقع هيك. وبعدين هعبي الجار مارشميلوز هيك. وبعدين هاخد بونبون حطه بهالطريقة. هيك هلا هاخد هيدا الغطاء واخذ هاد ورح لزقه عليه زيت هيك بهالشكل. هلزقه، حسيتهم كتير قلال فحبيت زويت الكمية، واستعملت قلم الدهان الذهبي مشان اكتب for the best teacher. فيكن تختاروا انتو اي جملة بدكن اياها، وهي اتني عم بحددها بالجليتر الازرق like this. وانا برأيي انه ألز هدية ممكن المس تحصل عليها هي شغل الولد عاملها، ف او يعني بالاحلى هاند ميد. ففيكي انتي تساوي لابنك، تساوي لمدرستك، اي شيء، بتطلع كتير لذيذة.
رح أخذ الكرتونة السوداء وأكتب عليها I love you. I love you. ألا paint marker. وحستعمل هيدا القلم مشان أكتب فيه best teacher ever، وححددها بالقلم الذهبي تبع التلوين، وحكتب وحعمل خطوط عريضة على إيد الفنجان، وحخبزه أو ححطه بالفرن مثل ما حطيت الفنجان اللي قبله، وهيك بحصل على فنجان حلو لذيذ بيتقدم للمعلمة. Happy Teachers Day، عيد معلمات سعيد لإلكن كلكن. بتمنى الفيديو يكون عجبكن، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير. بشوفكن بالفيديو الجاي، باي باي.